رئة الموصل التي تتنفس منها اختنقت اليوم. حريق كبير التهم مساحات شاسعة من غابات المدينة في الجانب الأيسر ضمن مسلسل حوادث تكرر أكثر من مرة في هذه الغابات، وشهود عيان قالوا للتغيير أنه مفتعل، فقد شاهدوا النار اندلعت في 3 مواقع بنفس اللحظة. هذا شفت عن الخريط ما من جهة واحدة، 3 جهة تقريبا صار الحريق. هاي شوفت عليها عليها هرمات، مو أول مرة يشتعل، ثاني مرة ثالث مرة يشتعل، ما هو مرة ومرتين يعني، وين بين شغلت يعني شغلت فاعل يعني ما تحترق من حالها. مشاهد بطولية لأبناء المدينة الذين هبوا لمساعدة فرق الدفاع المدني، والتي كانت تساهم ب13 فرقة إطفاء، ولكن الحريق كان كبيرا جدا، وتسببت سرعة الرياح بانتشار النار في مساحات شاسعة جعلت من الصعب السيطرة عليها. حريق صار وكان هواء عالي، علق من يم تقريبا جاي من أبراويلي هنا، والهواء عالي وقام يأخذ النار، تطاير النيران تصير على العقول اللي يابس، هذا هم يقوب نار، والسجر علقت وجو الإطفاء بس ما لحقوا يعني. كوادر الدوائر الحكومية شاركت بعجلاتها الحوضية وشكلت فرقا مع المتطوعين من أبناء الموصل لإنقاذ هذه الغابة من الحريق الذي كاد أن يبتلعها بشكل كامل. جميع آليات مديرية مانين ومستنفرة وجاهزة للمساهمة في إطفاء هذا الحريق الكبير في منطقة الغابات، وجهود مستمرة من قبل مدير الدفاع المدني والدوائر المتجحفلة معها لإطفاء هذا الحريق. هذا وقد أطلق ناشطون من المدينة دعوات من أجل حماية المساحات الخضراء واتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار هذه الحرائق التي تندلع بين فترة وأخرى. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.